بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الدرس بإذن الله سندرس خمسة أصوات مختلفة وكلها مبدوءة بحرف أ، وفي هذه الأصوات ينطق أ إي، وسنأخذ مجموعة من الأمثلة لتوضيح سبب تغيير صوت أ إلى إي. الصوت الأول ات، نطق أ إي لأنه متبوع بحرف ساكن وهو تي وقد تكرر مرتان. لا لتر كي بليس، ات إيغال سيلاب كيت، كي بليس ات إيغال كيت، باغ إكزامبل كاس كيت، كاس كيت. والصوت الثاني وهو اس، كذلك نطق حرف اه اي لانه متبوع بحرف ساكن تكرر مرتان وهو اس، اش بليس اس ايغال شيس، اش بليس اس ايغال شيس، باغ اكزومبل ري شيس، ري شيس. والصوت الثالث هو ال، كذلك نطق اه اي لانه متبوع بحرف ساكن تكرر مرتان وهو ال، ذي بليس ال ايغال فيل، ذي بليس ال ايغال فيل، par exemple nouvelle nouvelle. R كذلك نطق E I لأنه متبوع بحرف R وقد تكرر مرتان، V plus R إيغال ver. Par exemple, terre, terre. N. كذلك في N نطق E I لأنه متبوع بحرف N وقد تكرر مرتان. Par exemple, غين، غين. سنأخذ مجموعة من الجمل. La fillette ou l'inette joue à la marelle. La fillette ou l'inette joue à la marelle. La maîtresse a de belles tresses. La maîtresse a de belles tresses. أترككم في رعاية الله وحفظه ونلتقي في فيديو جديد مع درس جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.